الله يرحمك يا عم رضا. الله يرحمه. البقية في حياتكم. في حياتك البقى. يا جماعة، عم رضا قبل ما يموت كان قلبه حاسس انه هيموت. جه خبط عليا قبل وفاة بيومين واداني الجواب ده، وحملني أمانة إن ما افتحش الجواب ولا أقراه إلا في شقته، وتبقوا كلكم موجودين في الشقة بالاسم واحد واحد. الله يرحمه. عندك حق، فعلا كان حاسس إن هو هيموت. أنا كل ما بفتكر الكلام اللي كان بيقوله لي، بس أنا ما كنتش مركزة. فعلا أكيد أعرف إنه كان هيموت. الله يرحمه. وأنا كمان جاب سيرتي معاكم؟ أيوة طبعا. أمال أنا ناديتك ليه؟ ده مأكد عليك أنت بالخصوص. الله يرحمك يا عم رضا. الله يرحمك. جيران الأعزاء، لو أنتوا دلوقتي بتقروا الجواب ده، فده معناه إن أنا أخيراً أخدت تأشيرة الخروج من دنيوتكم المقرفة. وبما إنكم لسه قاعدين فيها شوية، اسمحوا لي يا حبايبي أرد لكم جزء من جمايلكم عليا. الست صباح. يا طيبة يا حنينة، في شيك باسمك مع الجواب، والشيك ده مشاركة مني في مصاريف جواز سلمى ومريم. اتفضلي يا ست صباح. الله يرحمه. الله يرحمه. أما الأستاذ يحيى بقصة، بص يا يحيى، البدل، الجزم، كرف الطاق والقمصان اللي عندي كلها لك. وبالنسبة لعفش البيت، فده خشب مش هتلاقوا زيه يا أستاذ ربيع. ده حلال عليك، وطقم الصيني عشان بنتك آية. كريمة أنا عارفه، غاوي أنتيكات وتحف، عشان كده سبتله الساعة بتاعة أبويا. ومريم سبت لها الأبواب بتاع جدتي، وكمان الصندل بتاع أمي. أما بالنسبة للأخ رمضان، يا ده رمضان في عقد إيجار باسمك للمحل اللي في أول الشارع، مدفوع أجرة السنة الأولانية عشان ترجع تبيع فيه الكبدة اللي يا ما أكلتني منها ما رضيتش تاخد الحساب. بس يا رمضان ليا شرط، تشغل معاك الواد الصايع اللي اسمه كمبر. ايه رايك؟ اتفضل يا رمضان. شكرا. باقي حاجتين، الشقه، ودي كتبتها بيع وشراء باسم شمس. انا يا شمس اعملي فيها اللي انت عايزاه. دي وصية يا ست شمس. الله يرحمه. الله يرحمه. خلانا نورث عشان كان حاسس ان احنا عيلته. وحدوا الله يا جماعة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يرحمك. أما الحاجة التانية، ولادي هما خلال 20 سنة اللي فاتوا فضلوا يبعتوا كل شهر شيك بفلوس، وفاكرين إن ده تمن حرماني منهم. أنا من 20 سنة باخد الشيكات دي وأحطها في حساب عملته باسم ولاد الشوارع اللي مالهمش أهل. ورقم الحساب في آخر الجواب، آخر حاجة لشمس. يا شمس الشموسة، أنا استلفتك شوية وقلت قال إيه عشان تكوني بنتي، استلفتك تعويض يعني. ولو عايزين نرتاح ما تخلفوش كلمة واحدة من الوصية دي. الوداع يا ولادي، أنتوا أحن عليا
من ولادي اللي من لحم ودمي. الوداع. الوداع. الله يرحمك يا عم رضوى، الله يرحمك.